السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة، ومرحبا بكم في يوم جميل إن شاء الله بإذن الله، حلقة أخرى من حلقات ديال الأكاديمية. اليوم إن شاء الله بإذن الله عندنا حلقة هو أننا غادي نهضروا على الطريقة اللي كيتصاوب بها السمن، فخليكم معنا في حلقة أخرى من حلقات أكاديمية فن الحياة وفي ضيافة الأكاديمية. مرحبا بكم ويلا بينا. السلام عليكم، مرحبا بكم في أكاديمية فن الحياة. وكما سبقنا وتكلمنا، فاليوم إن شاء الله غادي نشوفوا المسألة ديال تحضير السمن. فبزاف ديال الناس كيتسألوا على الطريقة ديال تحضير السمن. أنا غنتقاسم معكم الطريقة اللي كنشوفها أنا شخصيا، ماشي الطرق الأخرى أنها ماشي مزيانة، ولكن اللي كنشوفها أنا شخصيا واللي كنستعملها أنا شخصيا، فهي الطريقة اللي غادي نهضر عليها. أول حاجة كيفاش كنديروا السمن؟ طريقة بسيطة جدا، وأننا كنجيبوا جد الزبدة، تكون زبدة بلدية ما عارفين المصدر ديالها، هادشي هضرنا فيه مرارا وتكرارا. النقطة الثانية هو أننا كناخدو الملحة الحية وكنديروها في الماء، كنبقاو نزيدو في داك الماء، نزيدو فيه الملحة حتى ما كتبقاش تذوب، معنات أن داك الماء كيولي ساتوري، كيولي مشبع. وكنشدو واحد القصعة وكنعجنو داك الزبدة، كنخرجو منها داك الحليب. يعني هاد العملية ديال السمن، عفوا ديال الملحه، هذا الدور ديالها. الدور ديالها هو ان داك اللبن وداك الشيء اللي بقى فيها، خصوصا داك اللبن اللي كيبقى فيها كنخرجوه. خاصه انتم كتشوفوا ان ملي كنكونوا هذيك بحال الا كنعجنوا كنخرجوا وكنخليوها واحد شويه، يعني كنخليو داك الزبده مغطيه تماما بهذاك الماء مالح، الماء اللي هو ساتوري اللي هو مشبع، حتى كيبقى يخرج هذاك الماء، يخرج هذاك الماء عاوتاني واحد ربع ساعه، عاود من بعد كنعاودوا نفس العمليه. يعني الماء المملح يكون مشبع واخا، ونزيدوا فيه الملحه حتى ما كيبقاش، يعني داك الملحه تذوب، تما كنعرفوا ان راه اصبح بحال الماء ديال البحر، اصبح ماء مشبع. وكنغسلوا بها عاوتاني، كتسمى الغسل، كنغسلوا بها هذيك الزبده. الو كنبقاو نغسلوها، الهدف هو اننا كنخرجوا هذاك اللبن وهذاك الماء اللي كيكون، من اجل اننا نحيدوا الماء اللي ربما يفسد هاد المساله هذه. فشنو كناخذ؟ كناخذ من بعد هاد البوكال هذايا، وكنشدوا هذاك الزبده اللي صوبنا بالملحه وكنديروها في الانيه. الوغ كنديروها في الانيه، نحاولوا نبركوا عليها، ما نخليوش الفراغ للهواء واخا. ومن بعد ملي كنساليو كناخذوا واحد الكموسه ديال الحياتي، كنعمروها بالملحه الحيه واخا، ونسدوا لها الفم ديالها، واحد الكموسه، ونغطيو بها هذا الفم هذايا ونسدوه. هذه الطريقه البسيطه ديال الطريقه اللي انا شخصيا صوب بها السمن. السمن وبيت الخزين دابا خصنا نوجدوه لان جاي الشتاء، فهاد الشيء كامل هذا ممكن ديروه. خليت لكم الراحه، كنتو في اكاديميه فن الحياه، وما تنساوش اكاديميه فن الحياه عالم قديم يناديكم. السلام عليكم.